خير؟ مساء النور. وينك ليلى؟ وليش مطفي خطك؟ روحي انطفى الموبايل وما معي شحن. بالله وليش لهلا؟ روحي اجتمعت مع الشباب ورحنا لعبنا شدة واخذنا الوقت يعني. بتقوم بتجي هلا اخر الليل؟ بتقبريني يعني شو بدنا نعمل؟ بتعرفي بس نلعب شدة بدنا نتأخر. طيب رح احط لك عشاء. لا 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 حبيبي، اكلت فلافل انا والشباب. تعشيت مع رفقاتك الشباب فلافل؟ طب قول انه مرتي قاعدة بالعشاء ناطرتني. حقك علي روحي، والله خلص ما عاد عيدها، المرة الجاية ما عاد تتعشى معهم للشباب. انت اذا بدك هلا فوتي تعشي، انا كتير تعبان بدي نام. بدك تنام؟ تعشى لحالي؟ خلص روحي بلبسه لحالي. دقيق عمالي غنجك اليوم. بخيل الغنج انا. استغل. شو بدك تعمل اليوم؟ اليوم بدي ارجع من الشغل وبعدين يمكن اطلع نص صبايا على شي كافيه. يعني رح تتأخري؟ لا يعني بالكتير 5 بكون هون، بس انت اذا اجيت قبلي وبدك تتغدى في اكل بالبرا، طلع وسخن. دبر حالي انا ولا تعرفي. انت شو مشاريعك؟ ما بعرف، اذا بدي اعمل شي بخبرك عن الموضوع. طيب روحي. باي باي. خبرني على طول. يا عمي اللي بيشوفك قاعد بهالمكتب ومترسم، إيه ما بيشوفك كيف كنت أكبر صايع بالحارة. وطي صوتك وعود منيح لأنه هون جريدة رسمية، هون بشتغل أنا، كل العالم بتحترمني. إيه مساكين، إيه ما بيعرفوك. عم بقول لك وطي صوتك، شو تشرب؟ شو ما بدك. أبو عبدو، جبنا 2 قهوة على السريع. وهي وصينا لك على قهوة. إيه حبيبنا اللزام، شو من شان اليوم؟ شو في اليوم؟ يعني شو في اليوم؟ مشان سهرة المساء. هلا يعني هاي البرتية ما بتتأجل ليوم تاني؟ ليش شو في عندك اليوم؟ ولا خايف من المدام؟ لسا بيعلي صوته. أنت عم تحكي مع قصاي أنا بدي خاف من المدام؟ ولا عيونك رح نزيده للشرط. شو وين القهوة؟ ولا هاي 2 قهوة أبو عبدو تنيمة؟ تنيمة؟ فكر حالك بالحارة؟ خلص حتيجي. شو جابك لهون أنت؟ ياي شو هالفستان الحلو هاد مع تبلي؟ حبيته؟ كتير حلو. لا بقلي ميرسي. قدالك ولا شو هالاسوارة؟ اي ما تبنى هي جابت ليها حماتي يوم عرسنا. انا قصية يقبرني ما بنقص علي شي، بس الفستان هاد جاب ليها هيك من فترة كان نازل على السوق اللي كتير لقيتك فيه، عم جاب ليها وكتير تقيلها وغالي يعني مو انه هي. الله كتير حلو. لا بقلك ميرسي حياتي. شكرا. انا بشريكي بتحدى البرازيل مو بتحداكم. بالله شو شادي ظهرك فيه اساسا؟ لو شريكي امبارح عم يعد ورق ما اكلنا الاربع بنات. لكن هن كل لعبهم غش وتأشير. انت بتحب البنات اخي شو؟ طبعا. ايه شباب هلا ما علينا، شو الشرط اليوم؟ شو ما بدك ولا الا اللي انتو شو حابين تخسروا اليوم واعتبره هو الشرط سيدي. اسمع الحكي اسمع. شايف؟ لك نسوا خسارة امبارح يا زلمة. بالله شو؟ حبيبي امبارح شي واليوم شي تاني، اساسا لولا الحظ اللي لحقكم هذا تبع الاولاد ما بتقوموا ربحانين، بس اليوم ما بتفز انت وياه غير خسرانين. اخي اليوم على شرط مدلل وعشا مدلل، ومشان ما تقولوا حظ 2 من 3 شو قلتوا؟ حبيبي نحن على طول جاهزين، فتة وان شاء الله عشان حسابكم. يلا سيدي هاكل. يلا فت. طب اسمك ولا اسمك؟ اسمي لك كان باسمه. لا اخطي بس اليوم باسمي. لكن هن خسرانين عنك على شيء. شرف القاعة. ركز ها. اليوم عشان مرتب. الختيار هيك. ليش نعم من أولها تأشير؟ ما بيفوزوا غير هيك. صارت الساعة 11. شو؟ سكتنا له دخل بحماره يعني؟ قلت ليكون أخذ عادي ها. هيك؟ كل يوم لبعض نص الليل بده يجي؟ وهلا بيجيني بيقول لي تعشيت برا. ماشي يا قصي. الو ايه قصي؟ لك انت شايف قد الساعة؟ نا؟ ها وانا شو دخلني بالله؟ اذا انت خسرت الشرط انا شو دخلني؟ تعشوا برا. كمان لك انت اذا ما معك مصاري ليش شو عم تلعبوا على شرط؟ طيب رح شوف شو عنا عشاء. ماشي ليك تمهيصوا شوي ها مو تجي بسرعه. ايه
يلا باي. هذا اللي كان ناقص. قال انا ناطرته لاتعشى معه، الحمام اجذبني. لا وشو الافنتي جايب لي رفقاته معه كمان؟ رح اقوم شوف شو بدي احط لهم عشا. فتحتوني سكر الباب ورا. فوتوا اخي العمى شمسوني بالبناية. يا حرام يا فايز، لك انت كل مرة بدك تتبهدل، ما بدك تتعلم اللعب. والله كنت مفكر حالي قده بس ما طلعت قده. ايه عامل لي حالك حريف، كل مرة بتفوت بالحيط. خلصنا غلاظة، هلا خلصنا غلاظة رح نعشيك اخي، بس ما حلو اللي عملتوه بالمدخل، فضحتوني قدام الجيران. بالله شو استاذ قصي، انت لو رفحانك فضحتنا بالشوارع، هداك نهار قومت القهوة وعرفت. خلص وطي صوتك وطي صوتك، ان شاء الله انبسطت انت، كله بسببك. انا شو دخلني؟ ما دخلك انت اخي. شرفوا خلصوني شرفوا. هذا هو شو شرفوا ما شرفوا، انت مخبر المدام انه نحن جايين لعندها، تقوم تسلخك شي مقلاية بنافوخك. وطي صوتكم خلصوني، انا جوا انا جوا خلصونا. خلص يا شباب خير، روح نقعد هديك الطاولة بلكن عم نبرتيها. الله لا يشفعكم. شو في احلى من الشدة يا زلمة؟ شو هالحديث اخي؟ المهم رقت على خير وما اكلت اكل من المدام. الو عم تقفل علي كمان، مخسرني وعم تقفل علي. والله يا سيدي كل يوم لسه بدك تنام بكيان، لسه اول الراس حنجلي، والله لخسرك خساير لسه ما شفتها بعمرك. يا حاجه بقى حاجه، الله يحرق اخت الحظ اللي خلاك تربح علي اليوم. حظ هذا بتسمي حظ؟ هاي معلميه حبيبي. معلميه؟ ايه معلميه. في شدي عندي لك تعلمتك الادب. سيدي ما صار شيء وهي الشده جاهزه، شرفوا ارجونا حالكم. ولك يخرب بيتك، ما كنت بطل العادة بتضل الشدة بجيبتك؟ هلا لا تعمل لي حالك زعلان، قول مانك قد اللعبة وخلصنا. هات الشدة هات، مو تخسرني اليوم. يلا سيدي وهي ورا وقلم. امتى جواكي؟ امتن يلا فت، مو تخسرني. ها يلا كوب الطرز. شو ضلني باليوم مو تريك؟ شو اخذتها معك يا مسيو قصي؟ هي ورفقاتك فوق ممرتني كمان بدل ما يجي يساعدني قاعد. هلا بتشوف. قصي تعال شوي حبيبي. جاي يا شباب. شو في واحد؟ شو في ما؟ حضرتك تاركني وقاعد معهم، ما كفاك الشده بالقهوه، جاي هون كفي سهرتك. انت صوتك شو صار لك؟ شو صار لك؟ احرجوني الجماعه يعني شو اقول لهم؟ طب يلا شرف زق معي لتحت. على راسي. خلص الليل؟ استنى شوي. وليش عم تناديني من ساعه؟ لانه مو معقول تاركني عم بشتغل لحالي. بعرفني ما بحب الشغل انا بالليل. فكرتك بالشغل. لك ليش دقيت علي وفيقتيني؟ لك لا قلت لحالي يعني بما انه صوتكم كانت طالعه على وش الصبح فاكيد قدمتي على اجازه. يعني انت عارفانه انه انا ما نمت كل الليل؟ عارفانه حبيبتي عارفانه، بس ما قدرت استنى لحد ما تفيقي وافهم شو كان صاير امبارح بالليل. وانت شو دخليك؟ انا ما دخلني، بس جوزي كان بده يتصل بالشرطه ويقدم فيكم محضر. اي يا ريت اتصل، كنت على القليله خلصت من رفقاته لقصي الغلظه. ها شفتي بقى رفقات قصي كانوا هون امبارح. ليك يا ام وسيم انا بدي كفي نومتي لاني كثير نعسانه، اذا بتحبي عدي واعتبريني جنبك، اشربي قهوتك واحكي اللي بدك اياه وبس تخلصي زيارتك روحي باي. طيب على فكره لك تصيره نفسيه معي انت. يلا انحسبت علي زياره وانحسبت، بعمل فنجان قهوه وبشربه وبعدين بفهم منها شو كان صاير معه. هات لندق له لابو الفوز. ايه انا خسروني انا. أبو الفوز شلونك؟ لك وطي صوتك يا بني آدم، بس تحكي معي وطي صوتك. لا حبيبي أنا ما بنام على تاري، اليوم بدي طالع العشا من عيونه، وعشا تقيل وكبير كمان. ليش حبيبي؟ ليكني مثلي مثلكم، أنا صلي ثلاث أيام ما نمت وليكني عفيق على شغلي. أخي أنت اتصل بالشباب وخبره. مشي الله معك حبيبي. الله معك. عم صوته شو عالي. رولا يا رولا. ايه
لك ليش عم تناديله وتعيط هيك؟ عم بسمعك انا. روحي صارت الساعه 4 لهلا نايمه. عم تمزح. هذا كله بسببك، يعني قد ما اشتغلت امبارح. طيب شو عملتي لنا اكل؟ انا اذا هلا فقت انت بدي اطبخ لك. اه منامي يعني؟ قوم شوف البراد شو بقيان. هي اذا ها اذا رفقاتك الجيران تركوا لك شي تاكله. طيب حطي لي شي شغله اكلها بس. ها ما بدي. انا عم بقول لك مو قداني ارفع راسي، حرام عليك قصي. قوم دبر حالك، انا رح ارجع انام بركي بصحصح. طيب خلص فوتي انت كملي نومتك وانا حروح على القهوه اكل لي شي سندويشه. من هلا بدك تروح على القهوه؟ روحي بدي اخذ بيتاري من امبارح، بدي خسرهم اليوم، بدي كسرهم راسهم. علينا. باي روحي. باي. العافية يا زلمة خلصنا. يلا مشينا. طول بالك وشوف الشركة شو بده. هاي سباتي. هاي سباتي. وهي أحلى ختيار. عشت لعيونك. اسمع يا زلمة. لك أنا عديت سباتي سباتي برا. تاني مرة بدي أجيب لك عدادة مشان تعرف تعد. وهي أكلنا أحلى فراريج على حساب الشباب. خلص فهمنا فهمنا رح نعشيكم فراريج. بس شو رأيك نروح نتعشى عندك بالبيت؟ إيه لعيونك. والله شو حبيبي دلها مرتك بتقلها بلا ما تلحقنا بالعصاية على الدرج. حبيبي لبين ما تروحوا تجيبوا الفراريج وتوصوا عليهم انا بكون سبقتكم وبتلحقوني على البيت. بس كتروا بطاطا وكولا. شرفوا عمي. شرفوا شرفوا. شو حبيبي تعبان بدك تنام؟ اي والله حبيبي كتير تعبان. سلامتك. ومعني افهم انا لقيتها بدها تضل الحالة هيك؟ شو نسيان انه انت متجوز ولا نسيان اني انا موظفه وعندي فئه بكير؟ ومشان شو بقى هي المحاضره؟ فهمنا امبارح تعبتي حطيتي لنا عشاء شلتي وحطيتي واليوم جبنا لك عشاء من برا بس لانك يعني جليتي صحنين؟ لا تفهم الموضوع قصي، انا اكيد مو شان صحنين هيك عم بحكي، بس انا حاسه حالي مخنوقه ببيتي، مخنوقه محبوسه. لك مسلسل ما عم بقدر بحضر، انا وياك نشرب فنجان قهوه ما عم بتهنى. أنا احترت معك حبيبتي، احترت معك كتير كمان. إذا رحت لعبت شدي أنا ورفقاتي بالقهوة بتزعلي، إذا جبتهم لهون بتحردي، إذا أنا لك يا روحي عملي لنا عشاء بتاخدي على خاطري، إذا شفت لك عشاء من برا ما بدي. شو عم بيصير معي؟ منيح ما عم روح على شي كازينو أو أعمل لي شي قصة، هنن هالساعتين اللي عم أقضيهم مع رفقاتي، شبكي؟ لازم يضل وشي بوشك طول النهار؟ الحياة صارت معك مخرفة، ما بتنطاق. الليلة للصبح وجايبت لك معي أحلى الأغاني. وين سجلتك؟ اليوم للصبح. لك ما في أحلى من إنه رجع أيام العزوبية. أكيد حبيبتي. برقص؟ لك كثير منيح.
رولا حبيبتي لو سمحت تعال شوي. شو عم بصير معك ست رولا؟ فهميني شو عم بصير معك؟ نسياني انه الساعة صارت تنتين؟ نسياني انه في بني ادم بده ينام بكرة عنده شغل بكير؟ والله الاستحوا ماتوا، الاستحوا ماتوا. قصاي شو بدك يعني قلن يعني طلعوا لبرا؟ رفقاتي واحرجوني، وانت بتعرفي كتير منيح بس رفقاتي احرجوا شو بصير. يلا بيبي ليلة وبتمضى. لا ليلة ولا بتمضى، بقلك راسي رح ينفجر رح ينفجر. طب خلص حبيبي، اعتبر حالك سهران وعم تلعب شدة مع رفقاتك. فهمت عليك فهمت عليك، وصلت الرسالة. من اليوم ورايح لا في رفقات ولا في شدة، بس وطوا صوتكم شوي بدي نام بدي نام. طب بيبي نام ارتاح، انت مين ماسكك؟ حذر شو قبل ما انسى، بكرة عيد ميلاد شهد بدنا نعمله هون عندي بالبيت، واللي بعده عيد ميلاد سهى كمان بدنا نعمله عندي. صح، واللي بعده في بدنا نودع رفيقتنا امل. ايه حياتي؟ لك حاج حاج بوسيدك حاج. ها شرفي ها، اي ارقام رفقاتي كلها رح محيها، ويلي بده يدق لي بدي بهدله وامسح فيه الارض. ماشي، هذا البيت للواحد يرتاح فيه مو لا يوجع راسه. ان شاء الله ارتحتي تمام امورك؟ هلا ارتحت، وهلا حياتي صار فيك تنام وترتاح. بس اعمل حسابك كل يوم بدهم يجوا رفقاتك لعنا، الاسبوع اللي بعده كله رح يكونوا رفقاتي. اوكي روحي. طلبنا السدرة كان هدف العيلة والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب جوزنا وهديت الحكاية أمر